قوالناك بعد مبارك مبارك امس داش بعد ايش تبي اليوم داخل ويانا يا اخي فكنا من شرك يا اخوي ما انت وراح يطقكم الريال ان شاء الله اربعه ان شاء الله اربعه نفس اليوم على اهلي اربعه بس الله يفكنا من الحكم ان شاء الله الله يفكنا من الحكم نتمنى يحطون حكم منصف بس مبارك يا ليت تبلغ ربعك اللي في لجنه الحكام انه يحطون حكم لجنه الحكام يدقون عليك انت ترشحهم حكم عليكم بالخير جميعا جزاك الله بالخير حياك الله ابو حمود ابو حمود ما شاء الله انت عندك ساعه ونص اتمنى تكرمنا خلصت يبا ساعه ونص باقي خمس دقائق بنختم يبا سعود اي اي ما على اثنين فريقي فايز حق له شارك المشكله اللي فايز بالاحتياط وطل الفريق ولا كان زي فايز يا عمي خله يتكلم اللي يقول فايز ريال مدريد جمهور ريال هو اللي يقول فايز ومستانس اذا خايف يتكلم ريال دا الحين انت عندك المايك خله وعندك المشكله مو هذا ابو حمود المشكله اللي كل يوم المشكله انه هو امس داش شنو تبي فرحان شنو تبي يا الحبيب انت وربعك شبون شنو ايش حق داش انت الحين فرحان ابو محمد انا بعد اذنك ابو محمد لا بس خلوني اكمل تكفون بس دقيقه ابو محمد بس ثانيه بس ثانيه ابي يظهر بهالنقطه لحظه بس تكفون دقيقه ناصر بنيان يقول لك ثانيه يا مبارك ناصر بنيان يقول لك لحظه ناصر بنيان يقول لك لحظه يبي يكلمك يا مبارك تعليق بس على موضوع عبد العزيز خليه يتكلم اللي ما يقبل النقد يروح المطبخ تعرف اللي يروح المطبخ اللي ما عمره لبس غتره وعقال ولبس طاقية بالغلط انا قلت عنك الحين تروح المطبخ هذا انا قلت عنك الحين انت تقبل انت تقبل النقد وتقبل المعايير ولا ما تقبل هذا منبطح بالمطبخ لا لا, لا انا كلامي انا كلامي انا ما وجهت كلامي لك مبارك انا قلت اذا انت ما تتقبل النقد بعطيك معلومه اذا ما انا كلامي واضح مبارك انا قلت اذا انت ما تتقبل النقد يا مبارك انا كلامي واضح ما يصير لا 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 ما يصير انا كلامي واضح قلت اذا انت ما تتقبل النقد وما ما 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 تشد المعايات ما تشد المعايات بين الريايل في موضوع الكره روح المطبخ انا ما قلت انت انت تشد المعايات ولا ما تشد المعايات زين عموما لا تقطع لا لا لا, لا جاوبني ما يصير ما يصير تقط الكلام وتقول لا جاوب خلني اكمل انا كلام تشد المعايات ولا ما تشدها؟ عبد العزيز يا اخي رد على جوابي رد على سؤالي ما عليه ما عليه لا 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 مو ما عليه لا لا رد على سؤالي تشد المعايات ولا ما تشدها؟ وتعود الجمهور قاعد يضحك عليك ترى انت الحين ليش ما تجاوب على سؤال انت تقط الكلام وتقول الجمهور يضحك عليك لا لا والله الجمهور يضحك عليك مبارك ما يضحك علي انا الجمهور قاعد يضحك عليك تقط كلام وتقول لي ايش اسمه ما يصير يا مبارك ما يصير لا لا ما يصير ما يصير ابو محمد ما يصير انت الحين الحين تروح المطبخ ولا ما تروح المطبخ انت انا كلامي وجهته انا وجهته لك ما وجهته لك مبارك عشان انت توجه الكلام لي انا عبد العزيز لما ترفع ايدك بالرشوه لا لا مو صحيح لا 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 مو صحيح مو صحيح لا مو صحيح اللي على راسه بطحه يحسسها مبارك اللي على راسه بطحه يحسسها انا قلت رشوه انا قلت رشوه ليش خايف مني ها ليش خايف مني تقدر تواجهني واجهتك انا قاعد اقول ايدي تحكني يا مبارك شنو وين الرشوه بالموضوع اكمل وين الرشوه بالموضوع لا لا ابو محمد لا 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 تقط كلام وتقول لي خلني اكمل ابو محمد ما يصير تجرؤ ولا خايف انت انا مواجهك الحين قاعد اواجه منه قاعد اواجه شبيه مبارك قاعد اواجه مبارك انا قبل تذكر انا قاعد اواجه الحين اللي قاعد اواجه منه مبارك ولا شبيه مبارك اي خلني ارد عليه لا لا ما يصير انت تقول لي تتهم بالرشوه انا ما اتهمت بالرشوه ليش انت شاك بنفسك انت كهلالي شاك بنفسك انت كهلالي شاك بنفسك انت كهلالي انت الحين ليش ما تجاوب على سؤالي ليش انت كهلالي شاك بنفسك انا انت شاك بنفسك انه في رشوه انت شاك بنفسك انت كهلالي كمبارك الدوسري شاك بنفسك انه في رشوه عبد العزيز انا اقول رايي وانت تعلق انت الحين مو انت شلون تقول راي انت الحين مو تقول لي لا لا لحظه مبارك انت ما يصير تقول كلمه لما ارد عليك تقول لي خل اطلع برا الموضوع واجه انت قلت ما يصير ترفع ايدك بالرشوه انا قلت لك انا ما لا يطاري الرشوه ولا يطاري الهلال ولا يطاري احد انا تكلمتك مباشره انت فسرتها رشوه انت شاك بنفسك ان في رشوه بالموضوع انت شاك بنفسك انت شاك بنفسك انت ليش ما تجاوب سؤالي يا رجل جاوبه مبارك ان في رشوه انت
انت يا مبارك الدوسري شاكي نفسك ان الموضوع في رشوه؟ انت جاوب، ليش ما تجاوب يا اخي؟ ليش تجبن انك تجاوب؟ جاوب انت كهلالي، شاك في نفسك ان في رشوه بالموضوع؟ اجاوبك الحين، تبي اجاوبك؟ اي تفضل اجاوبك. لما تقول ترفع ايدك بالرشوه، ايه انا رايي ترفع ايدك بالرشوه، ايه وفي الحلقه اليوم تجبن تقول لا انا ما اقصد، فانت يا ابو لا لا ما اقصد، لا لا مو جبن، مو انا كلامي واضح. انت تقول الاشاره فيها رشوه، انت كهلالي، انت كهلالي شاك في الموضوع انه في رشوه؟ انت جاوب سؤال، جاوب سؤالي يا رجل، انت جاوب سؤالي، انت جاوب. ليش تجبن انك تجاوب على السؤال؟ ليش جاوب على السؤال يا رجل؟ انت كهلالي شاك انه في رشوه بالموضوع؟ عبد الله تدري ان شكلك مضحك الحين، شوف ما تجاوب، ما تجاوب محمد، خليك شجاع وجاوب على السؤال. يصير خلني اكمل راي، اسمع لا ما 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 يصير قلت كلام، ايه لا انت لا تصير نفس المتصل الباجي يقلت كلام ويقول لا خلني اكمل، لا لا ما فيها تخلي تكمل، قلت كلام قلت كلام تحمله، تحمل اللي يجيك، لما تقط كلام تحمل اللي يجيك، ما يصير تقط كلام وتقول لي خلني اكمل، قط كلامك تحمل اللي يجيك. والله انك تدري انك خايف، واني لا لا مو خايف، انت الحين جاوب. انا ليش تجبن انك تجاوب؟ ليش ليش تجبن انك تجاوب؟ خليك شجاع، انت مو شجاع، انت مو شجاع، جاوب السؤال. انت كهلالي شاك ان الموضوع في رشوه؟ انت انت الحين انت الحين ها؟ لا لا ما في، الحمد لله ما في رشوه. انا اللي اسالني، انا جاوبتك، جاوبتك. لا لا انا جاوبتك، قلت لك ما في رشوه، لكن هل تجرؤ انت تقول ان في رشوه اللي اشرت بيدك تقصد؟ لا 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 انا ما ما, الحين. ما انا ما اشارتي ما فيها عين رشوه، اشارتي ما فيها عين رشوه نهائي، بس اللي على راسه بطحه يحسسها يا مبارك، اللي على راسه بطحه يحسسها. خلني اقول رايي، كل واحد قال ان الاشاره يقصد فيها رشوه هذا شاك في نفسه يا مبارك، بس هذا يعني الزبده. هل تجرؤ انك تسكت شوي وتخليني اكمل كلامي؟ لا ما عندي وقت والله ابو محمد. لا والله عندك وقت للمطبخ، بس انك تدخل المطبخ هذا وقت. انت وياي بعد بالمطبخ مبارك، هذه الاشاره هذه الاشاره اللي حك اصابعه كذي يسوي هذه بالكوري معناته انه يحبك. أوه. روح اسال عنها وراح تعرف والله صحيح. بس انت اسأت الظن بصراحه. نعم صحيح، هذه كذي اني انا احبك. طيب